بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم إلى درس جديد من دروس تعلم الكيجيس والاستشعار عن بعد. بعدما قمنا في الدرس السابق على كيفية القيام بعملية الكلاسيفيكاسيون سوبرفيزي باستعمال البلوغين يعني سمي أوتوماتيك كلاسيفيكاسيون بلوغين، الآن سنتعرف على كيفية القيام بلا ميزون باج الخاصة بالخريطة وإعداد الخريطة لكذلك للنسخ. لذلك سنذهب دائما إلى بروجي ثم إلى نوفيل ميزون باج، نضغط هكذا ثم نسميها مثلا ميزون باج هكذا. ستسمونها كما أردتم، يعني لكم كامل الحرية في التسمية، ثم أضغط أوكي فهي تظهر لدي هذه النافذة على هذا الشكل. هنا سأقوم بالضغط كليك دروا ثم إلى بروبريتي هنا للقيام بتغيير في الفورما خاصة بالزيماج، كذلك A0, A2, A3 إلى غير ذلك. قد سأكتفي بأكت مثلا، وهنا بيزاج أو بورتري يعني حسب الاختيار، سأعود يعني بورتري هكذا. بعد القيام باختيار نوع يعني البابي، أذهب إلى هذا الاختيار هنا، يعني هذا الاختيار Ajouter une nouvelle carte à la maison page. À droite, clique yassar. ثم أذهب إلى أعلى المكان الذي سأريد تحديد المكان. À droite, بكليك يسار ثم أقوم بالسحب إلى المكان الذي أود أن تظهر فيه الخريطة. ثم هكذا تظهر الخريطة الموجودة لدي في هذا المكان كما تلاحظون الآن في هذا المكان. إذا قمت بالتغيير إلى غير ذلك يعني أوتوماتيكيا، يعني فهو انتراكتيف افيك لا ميزون باج. الآن كذلك يمكننا تغيير من الإشيل هنا مثلا كما تلاحظون، يعني هنا سأقوم مثلا ب10,000 كذا تلاحظون كده. كلما قمنا بالتغيير بالإشيل فهو يقوم بالزوم، مثلا سأضيف 0 مثلا كما تلاحظون الآن، إذا أضفنا 0 آخر فهي يقوم بالزوم على الخريطة ككل. الآن يعني بعد ما قمنا بعملية الزوم يعني كذا، إذا قمنا بتحويل الخريطة بالضغط ثم السحب يمين او يسار يتم تغيير مكان الخريطه هكذا. اذا اردنا يعني التحويل في الوسط الخاص بالخريطه، اذهب الى هذا المكان، اضغط على هذه الاوتي ثم الى وسط الخريطه، فاقوم بالتحول من مكان الى مكان داخل الخريطه هكذا على هذا الشكل. الان يعني ساقوم هنا مثلا بادخال 20,000 ثم ساسحب هكذا كما تلاحظون الان. بعد اختيار المكان وكذلك الإشيل الخاص بالخريطة، أذهب إلى الأسفل. دائما نقوم بعملية لإعادة يعني البروبريتي، أضغط دائما على هذا السهم ثم أقوم بسيليكسيون. إذا ضغطت هنا تختفي البروبريتي. دائما أي أوبجي أريد تغييره في الخريطة أقوم بالضغط عليه ثم تظهر البروبريتي الخاصة به. بعد ذلك مثلا سأقوم باختيار نظام الإحداثياتي، سأترك نفس النظام الإحداثياتي الذي تتواجد فيه الصورة وهو Projection UTM 129، أو البحث عن أو بحث عن نظام الإحداثياتي من هذا المكان من الضغط من هذا المكان. ثم ننزل إلى الأسفل هنا، إذا أردنا مثلا القيام باختيار مثلا أنكادر وكذلك اللون الخاص بالكادر يعني الذي سيحيط بهذه الخريطة هكذا، ربما تغيير اللون إلى غير ذلك، فقط سنكتفي باللون الأسود. كذلك سنقوم بإعداد الخريطة بإظهار يعني الإحداثيات الجغرافية الخاصة بهذا المكان بالضغط على جري من هذا المكان، ثم أضغط على بلاس أقوم بسيليكسيون ثم إلى موديفي لاجري، تظهر المعطيات الخاصة بالخريطة. وهنا الانترفال الذي يعني أو المجال الذي سيفرق ما بين الإحداثيات المتتالية، إذا قمنا مثلا باختيار 10,000 تلاحظون فإنه يقوم بعملية رسم مكان الإحداثيات. إذا قمنا بإدخال نفس الشيء في هذا المكان الشيء سيقوم برسم الإحداثيات الأخرى. أنا لا أريد مثلا الاحتفاظ بهذه الخطوط، سأضغط هنا، لدي ثلاث اختيارات، يا إما
الاحتفاظ بلي بلاس، سأقوم بالضغط هنا زوم لكي تظهر الخريطة أكثر، ثم أو لسامبول بلي بوان، أو فقط سأقول له فقط الاحتفاظ بلوكادر ثم لكوردوني فقط. هنا الانترفال ربما سأقوم باختيار يونيتي، أو سأقول للبرنامج أن يحتفظ بلونيتي دو كارت أو لونيتي التي سيعتمدها النظام الإحداثياتي. كذلك سأقوم هنا في هذا المكان إذا أردنا إظهار الإحداثيات، سأقوم بتفعيل هذه الخاصية. كما تلاحظون الآن أن الإحداثيات تظهر على هذا الشكل. هنا الإحداثيات الخاصة باليسار، كما تلاحظون أن الكادر هنا هوريزونتال، سأقوم بأسوندونت فيرتيكال كما تلاحظون، وإذا أردت تغيير ترتيبها سأقوم بديسوندونت فيرتيكال. الآن سأقوم بأسوندونت فيرتيكال، وكذلك بالنسبة لهذه الإحداثيات على اليمين في ضربات هنا أسوندونت، فهي تظهر على هذا الشكل. بعد ذلك أنزل إلى الأسفل كما تلاحظون هنا لا بريسيزيون دو كوردوني، وهي الإحداثيات ما بعد الفاصلة كما تلاحظون هنا 3، أنا لا أريدها، يعني سأدخل رقم 0 كما تلاحظون لقد تم إزالته. وهنا هو لا طاي ديكريتور، كذلك الألوان سأقوم بالضغط وأختار مثلا أنه أونغرا، وكذلك برقم 10 في لاطاي ديكريتور، ثم اضغط تلاحظون الاحداثيات تم اظهارها. كذلك هنا فيما يخص يعني لو ستيل دو كادر باد كادر، يعني يمكن ان اختار كادر زبري على هذا الشكل، يكون يعني باللون الابيض والاسود. كذلك نعود دائما الى كادر ثم موديفي. زبري يمكن مثلا هناك تغيير اللون، مثلا ان يكون باللون الابيض او الاسود الى غير ذلك. كذلك زبري ناتوريل الاكستيريور، كذلك وهنا كذلك لي سامبل، سامبل يعني كادر سامبل. انا اريد يعني ان احتفظ ب دي مارك الانتيريور، يعني تلك الخطوط هنا يعني التي تحدد مكان الاحداثيات، ثم سأختار اللون الأسود لهذه الإحداثيات لهذه المارك. بعد الانتهاء من عملية الكادر وإظهار الإحداثيات نأتي إلى هذا المكان، سأقوم مثلا بتغيير لطي الخاص به هذه الصورة كذا. هنا مثلا التكست، مثلا أريد أن أضيف مثلا عنوان للخريطة، سأقوم بالضغط كذا وأتي إلى هذا المكان، ثم أكتب مثلا La carte d'occupation des sols مثلا على هذا الشكل، ثم أختار La police كذلك هنا، ثم أختار مثلا رقم 16 أوكي، ثم بعد ذلك أقوم بالتعديل على الخريطة وكذلك مكان تواجد العنوان إلى غير ذلك على هذا الشكل. إن أردت مثلا الاحتفاظ ب انكادر خاص بهذه الصورة أنزل إلى الأسفل، ثم أقوم بتفعيل هذه الصورة يقوم بإحاطة العنوان بانكادر. كذلك إذا أردت إضافة أي تكست كما كان أضيفه من هذا المكان. فيما يخص لا ليجوند نضيفها من هذا المكان، أقوم بالضغط ثم أذهب إلى هذا المكان ثم أقوم بالسحب كذا. كما تلاحظون أن جميع الكوش الموجودة في الخريطة يتم إظهارها كما تلاحظون. لذلك سنأتي إلى الخريطة، سأضع كل هذه الأمور سأقوم بتعديل عليها. هنا يمكننا اختيار نو مونتري كو لي زونتيتي ا لانتيريور دو لا كارت لي، إذا كنا بالضغط سيقوم بإزالة كل الأمور التي لا تظهر في هذا الكادر او يعني الخرائط التي ني با اكتيفي. سينو اذا لم نقم بتفعيلات الخاصيه سيظهر جميع لي بروفيل الموجوده لدينا في الخريطه. بعد ذلك يمكن مثلا بعض التعديلات، للتعديل على الخريطه يمكننا ان نقوم بازاله هذا التفعيل هكذا، وسنقوم بالتعديل على الخريطه. ان كلاس مثلا هذه يعني لا وجود لها في الخريطه، ساقوم بالضغط على ناقص لازالتها. وهنا هذا العنوان ساقوم
بالضغط مرتين، ثم هنا سأقوم مثلا بكتابة occupation du sol مثلا هكذا، ثم أضغط OK. فيما يخص مثلا هنا vegetation باللون الأخضر، أقوم بالضغط كذلك ثم أكتب agriculture ثم OK. كذلك هنا الضغط مثلا سيتي construction هكذا OK. كذلك الماء نفس الشيء، احتفظ به هكذا. مثلا للتيران نو، تيران نو على هذا الشكل. هنا فيجيتاسيون على هذا الشكل سأحتفظ بها سوتون دي سير، هي البويوت البلاستيكية الخاصة بالفلاحة. الغولييف ربما سأحتفظ به مثلا غولييف. وأخيرا هناك الفوغي أو الغابات نحتفظ بها على هذا الشكل، يعني بعد الانتهاء من إعداد يعني الخارطة أو الليجوند الخاصة بنا. إذا أردنا القيام بالاحتفاظ بالكادر، نضغط باحتفاظ بالكادر كذا، أو نقوم بتحويلها من مكان لمكان آخر على هذا الشكل. ثم لإضافة يعني السلم جرافيك، السلم سنقوم بالضغط ثم نقوم بالسحبه كذا، كما تلاحظون انه تم اضافه السلم. وللتغيير في ليزينيتي الخاصه بكذلك، سواء بالكيلومتر او المتر الى غير ذلك، كذلك الملتيبل اذا قمنا مثلا بالضغط على 2 تلاحظون الان يتم التغيير في السلم. وهنا كذلك لابورتي إذا قمنا بالضغط على مثلا كتبنا 10 فيقوم بضرب الشيل في 10، لذلك سنحتفظ مثلا بالرقم 5. بعد ذلك نقوم بإضافة لافليش دو نور، إذا قمنا بالضغط في هذا المكان فهي يعني ستيل واحد موجود وهو هذا ستيل، لكن إذا أردنا يعني دي ستيل أكثر سنذهب إلى هنا إلى أجوتي نوفيل ايماج على ميزون باج، اقوم بالضغط ثم اضغط كليك، هو مكان فارغ، نذهب الى البروبريتي، ننزل الى هنا ريشيرشي دون لو ريبيرتوار، اقوم بالضغط سيتم اظهار يعني الصور او لي سامبول، يمكن من غير كذلك لي فليش دو نور كذلك بعض مجموعه من لي سامبول يمكن استعمالها في الخريطه. نبحث هنا مثلا على الفليش التي تناسبنا مثلا هذه، نضغط فإن البرنامج اوتوماتيكيا يقوم بإداره. إذا اخترت مثلا سامبول آخر فهو يديره في الانترفال الذي قمت باختياره، لذلك مثلا سأختار لافليج دي نور، ثم بعد ذلك أقوم بالتعديل عليه هكذا حتى يتناسب مع الحجم الذي أوده أن يظهر في الخارطة، مثلا أضعه في هذا المكان. الآن كما تلاحظون يعني أن يعني الصورة الخاصة بنا أو الكارت الخاصة بنا بدأت تتضح معالمها الخاصة بها. يمكننا إضافة مجموعة من الأمور من هنا كذلك أجوتي إن فورم، أما إذا أردنا مثلا رسم أن ريكتونجل مثلا في مكان معين، كذلك ديليني مثلا أو إليبس يمكننا إضافتهم من هذا المكان، مجموعة من الأمور كذلك لا طابل أنسيري لا طابل، إذا كانت لدينا مثلا لا طابل اتريبيوتير مثلا التي تحتوي على المعطيات الخاصة به، إذا كنا نشتغل على دي شيب فايل ونتوفر على مجموعة من المعطيات يمكننا مثلا أن نقوم بالانسيرسيون دو لا طابل مثلا ونقوم بوضعها في لا ميزون باج كده يعني. ولكن أن الأمور الأساسية الخاصة بالخارطة فهي الآن يعني تتضح يعني موجودة في هذا المكان، يمكننا العمل عليها. بعد الانتهاء من عملية لا ميزون باج وكذلك تغيير الألوان إلى غير ذلك، إضافة العنوان كذلك، نذهب إلى لا ميزون باج ثم إلى إكسبورت وفورما إيماج، يمكن كذلك إلى فورما إس في جي، ثم كذلك إلى فورما بي دي إف. مثلا سنختار مثلا فورما إيماج
اضغط الى هنا نختار المكان الذي تتواجد فيه الصورة لانست ثم الى هنا ريزولتا سنسميها هنايا مثلا لا ميزون باش 1 مثلا ثم نضغط انرجستري هنا تظهر لا ريزوليسيون دائما يعني انصح ب 300 دي بي لكي تكون يعني الصورة بجودة عالية كما يمكن ان نختار اكثر او اقل كلما كما لاحظتم انهما لا لارجور هو لو نومبر دو بيكسل اون لارجور و لو نومبر دو بيكسل اون هوتور مثلا اذا قمنا بالتغيير هنا مثلا ندخل 200 كما تلاحظون بان عدد لي بيكسل يتم تنقص نقصان عدد لي بيكسل واذا قمنا بالرفع كذلك الى 400 تلاحظون يتم اضافه العدد لي بيكسل الان مثلا سنحتفظ على 300 اذا قمنا بعمليه حسابيه مثلا لعدد لي بيكسل التي تحتويها الخارطه باستعمال هذا العدد يعني 3507 ضرب 2480 ما تلاحظون بان عدد لي بيكسل التي تحتوي الخارطه باستعمال لا ريزولوسيون 300 دي بي اي هي 8,697,360 بيكسل واذا قمنا بالرفع من القيمه كالكولاتريس يعني 4,677 ضرب 3,307 تلاحظون ان انتقلت من 8 ملايين الى 15 مليون فقط من 300 دي بي اي الى 400 دي بي اي الان يعني سنتركها في 300 دي بي اي ثم نقوم بعمليه انغوجيستري الان ان البرنامج قام بعمل الاكسبورتاسيون الى كذلك نذهب الى توبوجيس فوريو ثم الى لانتست ثم الى ريزولتا الان ان الصوره او الخارطه الخاصه بنا فهي تظهر على هذا الشكل يعني العنوان وكذلك يعني الشيل جرافيك و لا ليجوند مختلف الالوان الخاصه ب اوكوباسيون دي سول الى هنا ينتهي درس اليوم شكرا لكم والى اللقاء